باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حللني يظن. شهوة أخرى من الشهوات الروحية شهوة خلاص النفوس. يعني إيه الفكرة الأول؟ ودي أربطها بقى بيونان، لأن إحنا إيه عاوزين نشبع بالقصة قبل ما ندخل على الصيام عشان نعرف نصلي حلو. يعني تبقى فكرة إن نفس ترجع لربنا هي أكتر فكرة شغلاك ومسيطرة على تفكيرك، قبل أكلك، قبل شربك، قبل بيتك، قبل فلوسك، قبل صحتك، تبقى مشغول قوي أنه فلان يرجع أو فلان يعرف المسيح لو ما يعرفوش خالص. أنت متخيل أن هي دي الشهوة الأولى في قلب المسيح؟ يعني لو دخلت قلب المسيح هو نفسه في إيه ربنا؟ هو نفسه كل الناس تعرفه، ونفسه كل اللي يعرفوه زيكم يبقوا شبهه. فلو انت شغال على قولة نفسي الناس تعرفه تفرحه، لان هو ده اللي نفسه فيه. او اشتغلت على نفس اللي يعرفوه يتوبوا او يتقدموا او يبقوا شبهه برضو بتفرحه. فشهوة خلاص النفوس زي ما قال الكتاب نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس، يعني تصب كل ايمانك في الحتة دي، تبقى عايش عشان تجيب ناس لربنا. يبقى ده كل اللي بيحركك وبيشغلك، زي ما اتقال في اخر دانيال كده، الفاهمون يضيئون ضياء الجلد في السماء، والذين ردوا كثيرين الى البر يضيئون كالكواكب. تصور بقى انت لما تجيب شخص من الضلمه للنور، حاجه كبيره جدا تستاهل انك تعيش عشانها. مش مهم بقى اي انجازات اخرى، الانجاز ده بالذات بعمرك كله، لأنك رجعت نفس لربنا، رجعته هو مسيحي الشرير فعدلت طريقه، حاجة كبيرة قوي. أو غير مسيحي وعرف المسيح طبعا حاجة كبيرة برضو. أزمة يونان أن الشهوة دي ما كانتش جوه، فكان ينظر إلى شعب نينوى على أنه جيل شرير وفاسق، بينما المسيح جه للجيل الشرير والفاسق. عشان كده المسيح قال إيه؟ جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية. أصل هما بيقولوا له ما تعمل لنا معجزة، قال لهم أعمل لكم معجزة؟ هو أنتم مش فاهمين أنتم محتاجين إيه؟ معجزة هتفيدكم في إيه؟ أنتم محتاجين فداء، محتاجين غفران خطايا، محتاجين دم يدفع ثمن لعمايلكم، إنما لو عملت لكم معجزة تستفيدوا إيه؟ ما هم عمل لهم معجزات وفي الآخر صلبوه. كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. أولا المسيح ذكر يونان بالخير وقال يونان كان آية، يعني بصله بإعجاب أن يونان عمل حاجة كبيرة قوي، ونسب ليونان الهربان خلاص شعب، مع أن احنا شايفين كلنا دايما أن يونان إيه مقصر يعني، بس لمجرد أنه اشتغل يوم واحد ولف البلد وابتدى ينادي ربنا ذكر له كأن البلد دي تابت على ايديه. ده انت يعني لو عملت مكالمة لواحد تحايله عشان يرجع من ربنا هيفتكرها لك ربنا، ولو رجع هيقول لك انت رجعته، رجعته يا رب. ده انا بالعافية عملت تليفون اقول له مش هتيجي بقى للكنيسة، طب ما انت رجعته. يعني ربنا نسب توبة نينوى الى يونان اللي في النظر نحن خادم مش امين. طب ما دي تدينا رجاء يا جماعه. ما الفضل طبعا لربنا اللي حرك قلبهم وليهم هم بارادتهم تابوا واختشوا. ويونان كدور يبدو انه دور محدود، ده راجل هربان وبالعافيه اشتغل له يوم، بس اليوم جاب نتيجه. يبقى احنا خلينا ننظر الى اي دور بنعمله في خلاص النفوس انها حاجه كبيره قوي. طبعا لو انت ادركت دي بصراحه هتسيب كل اللي في ايديك وتقول انا عاوز اشتغل الشغله دي، انا عاوز اروح اصيد الناس مع المسيح، عاوز اروح ارمي البذره في كل حته زي الفلاح زي المسيح زي الزارع، انا عاوز اللي قال الحسنه دي هسيب اللي قال الفارغه دي وامسك اللؤلؤه دي الكثيره الثمن اللي هي خلاص العالم كله. نمشي في الفكره في يونان الاول. بصوا على مفاجآت في حياتنا غير صار. الشيطان بيتفنن انه يعطلنا عن اهم غرض لحياتنا. يعني خلينا اقولها لكم كده بالبلدي، الراهب شغلته الاساسية
ملكوته الداخلي، واللي عايش زيك في الدنيا شغلته الأساسية ملكوت الله الخارجي. يعني إيه؟ حسب الفكر الرهباني، ما في الملكوت له معنيين، حتى في العلم الآباء يسموه ماكرو كوزموس ومايكرو كوزموس. كوزموس يعني عالم، ومايكرو غير ماكرو. المايكرو ده قلبك، مش قالها ملكوت الله داخلكم؟ انت نفسك جواك ملكوت، عالم ضخم جدا، وربنا قال عاوز جوه ده يبقى زي السماء. ففي واحد اختار انه يركز هنا بس، ده الراهب الاساسي، ساب الدنيا كلها عشان ينظف قلبه ويجهز نفسه للسماء. احنا اللي عايشين في الدنيا طول النهار بنتعامل مع بشر. قلبي بقول له يا رب ملوش حل عندي، الحل عندك، شوف لك حل انت في جوه دي. لكن انت دورك الاساسي ايه؟ الماكرو كوزموس، الناس اللي بتتعامل معاهم كل يوم دول، مش ما تتمناش يبقوا معاك في السماء مهما كانت عيوبهم وصفاتهم؟ فانت وجودك في المجتمع رسالتك الوحيدة أو دورك الأساسي ملح الأرض، نور العالم، الماكرو كوزموس، الناس اللي حواليك، الناس دول مسيحيين ولا غير مسيحيين، أنت عاوزهم كلهم معاك في السماء. مش بيحبهم ربنا؟ مش مات عشانهم؟ مش لا يعرفون يمينهم من شمالهم زي بتوع نينوى؟ فأنت نفسك كلهم يعرفوا ربنا. إياك تقول ما أنا ما أعرفش أتكلم. هو نينوى ده كان بيعرف يتكلم؟ ده ما قالش غير جملة، وجملة تسد النفس لمؤاخذة. تصور إن أنت رايح لواحد تقول له إيه؟ على فكرة قدامك 40 يوم وهتهلك، يعني فاضل تشتمه، وهي دي دعوة يعني حد يقبلها؟ ده ما فيهاش أي مبادئ الماركتينج. يعني لما تيجي تسوق فكرة تقعد تجملها، تقعد تسهلها، يعني تقول له النتائج اللي هيكسبها، هكسب ايه انا؟ ده انت سودتها خالص. ومع هذا منه راح وقال كلمتين برضو ربنا اشتغل بيه. في حياتنا في بحر هائج بيقول لك بصراحة انت ماشي غلط. الهيجان اللي حوالينا من التجارب والمشاكل، عارف ليه؟ عشان انت زي يونان هربان، مش راضي تركز في الغرض الحقيقي اللي المفروض تعيش له. انت بتفرك وعمال تقول اخويا خبطني، وفلان زقني، وفلان دسلي على طرف، وفلان خد حقي. يا ابني هو انت عايش عشان الكلام ده؟ انت عايش عشان تكسب ناس يا يونان؟ انت عايش عشان تنام في مركب ولا تروح طرشيش تتفسح؟ طبعا لازم البحر يهيك. البحر هايج علينا كلنا لانه بيقول رسالة، يا ناس انتوا عايشين غلط، يا ناس انتوا فاهمين ربنا غلط. ما سبكوش في الدنيا تعملوا فلوس، ما سبكوش في الدنيا عشان تربوا العيال، هيتربوا العيال كويس، لا سيبكوا في الدنيا تكسبوا نفوس. ليه الهدف ده غايب عنكم؟ ليه يا يونان انت نسيت نفسك؟ نفس الكلام، ريح شديدة عمالة ترزع في ودانك، الفو ده بيقول لك يا اخي اعرف انت عايش ليه، افهم رسالتك، ما تضيعش اللي فاضل من عمرك، شوف نينوى مين اللي في حياتك اللي ربنا عاوز يكسبهم عن طريقك، لان هو ده غرض وجودك اساسا قبل ما يخلص العمر. وتكتشف انه كان حوالي على الاقل 1000 واحد تعاملت معهم ولا واحد جبته لربنا، تبقى طالع كده من الدنيا حطيت الوزن في منديل وجاي تقول له اهي وزنتك رجعتها لك، يقول لك ايها العبد الشرير والكسلان، وانا كنت عاوزك تدهاني زي ما اديتها لك، انا مديها لك تجيب لي عليها 5 زيادة ولا تجيب لي عليها شوية. طول الوقت احنا مشغولين في نفسنا هنغرق ولا مش هنغرق، وفي ناس بتغرق كل يوم، لكن انت للأسف أخطيت، يعني أناني، مخك في دماغ في نفسك بس، مشكلتي، ولادي، فلوسي، صحتي. يا حبيبي انت مع ربنا مش عاملك عشان تقول نفسي خالص. فيونان كان مركز في نفسه، يعني انا بحاول اربطها بينا على الاقل، احنا مركزين في نفسنا بزيادة. المسيحي هو الشخص الوحيد اللي عايش على الارض مش مسموح له يعيش لنفسه، مش مسموح له. اللي عاوز يمشي ورايا اول حاجة يعملها ايه؟ ينكر نفسه. انما اغلب المسيحيين عايشين لنفسه، عايش هو نفسه يعمل ايه يعمله، طول الوقت بيفكر في نفسه. عشان كده الحقيقة احنا مش بنعمل اللي ربنا عاوزه، اللي هو ببساطة تكسب ناس للسماء
وشغلة سهلة وشغلة جميلة وشغلة مفرحة، وعلى حسابها البحر يهدى، وعلى حسها كل الدنيا تمشي صح. طبعا لما عملوا القرعة، يونان بقى أشطر مننا شوية. لما عملوا القرعة ورسيت على يونان، احنا لما بتحصل مشاكل بنقدر نحملها على كل حد إلا احنا، يعني نفضل نقول البلد السبب، الوزير السبب، الجار السبب، مراتي سبب، أهلي سبب. إنما يونان كان في حتة عدلة كويس بصراحة، مليان فضائل. يعني أول ما قالوا له إيه الحكاية، قال لهم أنا السبب، أنا السبب في كل حاجة. أنتوا أحسن مني يا بحر، أنتوا مش سبب، البحر ده هيج بسببي والدنيا ملخبطة بسبب. الباقيين لا يعرفون يمينهم من شمالهم، جهلة، ما يعرفوش. بس المسيحيين عارفين، عارفين ربنا خلق الناس ليه، والشر دخل ازاي، ويطلع الشر ازاي. المسيحيين معاهم حل لشفاء كل البشر وقافلين عليه، مش راضين يطلعوه. تصور انانيتنا ان اسم المسيح اللي بنقوله ده ينقذ ناس من الهلاك الابدي ومخزنينه، مش عاوزين نقول للناس على الحاجات دي. يونان كان شاطر، قال أنا السبب، وقبل التأديب. أرجوك لما تجيلك مشاكل وتأديبات وإحباطات، افهم إن ربنا بيعدل مسارك ويقولك ممكن تركز في هدفي أنا مش هدفك أنت، ممكن تعمل اللي نفسي فيه أنا مش اللي نفسك فيه أنت، ممكن تعيش للغرض اللي خلقتك ليه مش للغرض اللي أنت اخترته. انت ليه؟ مش انا اللي عملتك؟ ما تمشي ورايا، انت ماشي وراك ليه؟ فالتأديب اللي حصل لأيوانان، مع انه تأديب شديد حوت، بس عدله، رجعه تاني. شغلتك ايه يونان؟ شغلتك سب ناس، صياد ناس، شغلتك يجيب ناس لربنا، ومع انه عملها من غير نفس برضو نجح. طب يبقى بالاولى لو عملتها بنفس. ساعات يا أحبائي تكون الدنيا عمالة تزنق تزنق عشان تصلي، ولما تصلي كويس تكتشف شهوة خلاص النفوس. أقولها تاني، ساعات المشاكل تضيق عليك وتحصرك، وكلها فرصة تصلي، وبعدين تعلى بالصلاة لغاية ما تصلي جامد كويس قوي، وجوه الحوت وسخن وصلى، اكتشف أنا غلط طبعا، انا لازم ارجع تاني اركز في المطلوب مني. انا المطلوب مني ببساطة اروح للناس اقول لهم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، سيمبلي يعني. مش لازم بكلام، باي طريق، بس ده اللي يحركني. نينوى هم هدف وجودي، انت موجود عشان الناس تعرف ربنا. اذا فسد الملح ها لا يصلح بعد لشيء، يترمي ملوش لازمة بقى، يبقى هو أساسا غلط. بصوا البحارة حبايبي، البحارة دول بصراحة أحسن من يونان في اللقطة الأولى. البحارة ما يعرفوش حاجة، وحوالينا ناس ما بيعرفوش حاجة وأخلاقهم عالية، مش كده؟ الناس دول ظبطوا يونان، أخلاقهم عالية ليه؟ لأنه لما الدنيا زنقت قوي قالوا يا رب على قد معلوماتهم، مع أنهم وثنيين، بس قالوا يا رب. حتى لو واحد فيهم جاب تمثال، ما يعرفش غير كده عن جهل. وبعدين لما مش ماشي خالص بقوا يشوفوا فين السبب. يونان قال انا السبب، الراجل مجرد قال اصل انا هربان من ربنا اللي خلق السماء والارض صدقوا. في ناس يا جماعه بتصدق بجمله، بتصدق بزقه، ده احنا بجد ملناش حق. صدقوني في ناس بسيطه جدا ممكن تقبل بسهولة انك يبقى شخص فاكره بعيد عن ربنا، تيجي تقول له ما تيجي يجي على طول، وانت قاعد سنين مش راضي تقول له ما تقول له، ده جه على طول بسهولة. يونان قال لهم ربنا خلق السماء والارض، قالوا له خلاص امين، يبقى ربنا هو ربنا. طب بيرضوه ازاي ربنا بتاعك ده؟ احنا ما نعرفش حاجة. قال لهم انا السبب، ارموني في البحر. دي مش في النص يعني، دي هي ايه، دي حتة صغر نفس منه. شوفوا الأخلاق العالية، ما قدروش يرموا في البحر، استحرموا. صعب عليهم
اللي كان سبب موتهم صعب عليهم، عشان تعرفوا ان في ناس اقرب لربنا مننا احنا يا بتوع ربنا اقرب. فهو بيقول ارموني في البحر، يقولوا لا ما نقدرش حرام، نحاول نجدف تاني يمكن نعرف ننقذك. طبعا ربنا قال لا نو انا مصر. قبل ما يرموه في البحر ركعوا وكلموا ربنا لأول مرة يستأذنوا. شوفوا البساطة بتاعت الناس، ما تحسبش دمه علينا غصب عننا، هو قال ده الحل وهو الراجل الكبير بتاعنا دلوقتي هو اللي يعرفك، فما تحسبش علينا دم بريء. بيقدموا اعتذار، بيطلبوا غفران عن جريمة مش هم السبب فيها، ده هو اللي كان هيغرقهم كلهم. ورمى مرموه في البحر، أول ما رموه البحر هدي فتأكدوا أكتر إنه فعلا كان هو السبب، عملوا ذبيحة لربنا. خلاص دول دخلوا السهم، كل دول وصلوا. يبقى ده يونان من غير قصد خبط في ناس جابهم لربنا لمجرد بس انه وقف يقول انا سبب، حتة صغيرة جواه اونست مع نفسه، انا يا جماعة السبب في المشاكل بتاعتكم. هذا الصدق. وهنا ما بشرش، ما يعتبرش وعظ ولا بشر، لكن مجرد ما قدرش يكذب ويغلوش انا سبب، بصوله باعجاب، يبقى الهك صح، يبقى الهك حلو. يبقى احنا طبعا الهكس بتاعنا ده احنا بنضحك على روحنا. يبقى الناس ما كانش ليها اهمية تذكر، انما الناس دي مهمين عند ربنا قوي. في ناس اللي بنقابلهم على الماشي اللي في الشوارع، دول غاليين على ربنا، كل واحد فيهم كلفه دمه. في ناس ربنا بيقول لك انا دفعت فيهم كتير قوي، انت بتعمل معاهم ايه؟ يا ترى انت دفعت لهم فلوس لغرض شخصي ولا بتعمل رحمة عشان تزقهم عليا؟ يونان كان باصص ان كل الناس دي جهلة، كل الناس دي قليلة، الحقيقة الناس دول طلعوا احسن منك. احنا في ناس في السماء هيوبخونا، هيوبخونا، يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بنو الملكوت يطرحون خارج. جت بقى اللحظة الفصل، يونان شاف الموت بعينيه بقى. في لحظة وهم بيرموه في البحر، يونان كان متأكد إنه هيموت، وبيموت في لحظة وحشة. ليه؟ بيموت وهو هربان من ربنا، ما صلاش، بيموت وهو معش للهدف اللي لو كان ربنا سابه مات ما كانش اتكتب سفر يونان، لأن يونان كان هلك. لو كان ربنا سابه حسب رغبته يموت في اللحظة دي هل خلاص. لكن انت فيكو حد ما حسش في عمره ان الموت قرب منه قوي وبعدين بعد تاني؟ ما ظنش في واحد فيكم ما اختبرش دي، في حادثة عربية، في مرض، في مشكلة ما، كلنا ربنا بيدوقنا الخبرة دي، انه كان ممكن في فرق ثانية، ثانية مش دقيقة، كانت تخلص، وكانت هيبقى شكلها منطقي على فكرة، ما كانتش هتبقى عجبة يعني، لا عادي ما كل الناس بتموت. يبقى واضح ان احنا كلنا عايشين يعني ايه اوفر تايم بقى، عايشين يعني ايه جميلة من ربنا كده، يعني اداك فرصة تاني. طب الفرصة التانية دي لحساب مين؟ لحساب نينوى برضو. انت يا يونان من غير نينوى زيرو، ملكش اي لازمة عند رب، ملكش قيمة. اللي عملوا اسم يونان في التاريخ مين؟ بتوع نينوى. اللي هيعمل لك اسم قدام ربنا في الاخر خدمتك، الناس اللي عرفت ربنا على ايديك، الناس اللي زقتهم او خدمتهم عشان يقربوا من السم، هم دول اللي هيعملوا لك اسم. انت بقى كرامتك فين ولا تفرق، شغلتك ايه ولا تسوى، فلوسك قد ايه ولا حد هيعرفك، كل ده كلام فارغ. يونان زي اللي بيقول انا مت ولا ما متش، انا مت بس ما متش، او مت وصحيت. يا ترى هي معجزة؟ ما هي معجزة وكلنا عدى علينا معجزات شبيهة. النهارده بنقول يا ترى الحوت ده معجزة مش معجزة؟ ما هي مش لازم تتقال عليها معجزة، بس هي حاجة مش عادية، وكلنا بيعدي علينا خبرات مش عادية، سوبر ناتشورال.
الاكسبكتد العادي كان غير اللي حصل. طب ما هي برضو خبرة تقول انك انت لازم تفهم بقى. ربنا اتدخل طبعا. بصوا بقى، دي الحاجات دي بالسنتي بقى وبالملي بقى والثانية، لان لو الحوت ما جاش في نفس اللحظة اللي بيترمي فيها يونان واللي الموج عالي ولقطه، لازم يونان 5 دقايق كان هيغرق. فهي متظبطة يعني. وبعدين الحوت بالحجم ده ما قلبش المركب ازاي برضو؟ ما هي حاجات غريبة وتساؤلات كتيرة يعني. انظروا الظروف القاسية. بصوا في حياتنا في ظروف قاسية كتير تبدو قاسية، انما في الاخر ربنا بيستخدمها كلها لمكاسبه هو، مش انانية منه، لان ده الرصيد بتاعك الحقيقي في السماء. واحد زي يوسف العفيف اللي اتسجن، يوسف ده خد له 15 20 سنة بهدلة، شوية عبد يتبهدل وبعدين شوية مسجون، وهو ابن ناس وحاجة كويسة. طب ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ يا ابني ما انت ليك رسالة يا ابني، خلينا نظبطك، انت هتبقى مخلص العالم. اللي زيك يا يوسف مش هيكسب نفر ونفرين، اللي زيك هيكسب شعب مصر، فسيبني اوضبك براحتي عشان رسالتك انت بالذات كبيرة. فلما تلاقي الضغط عليك زيادة، اعرف ان رسالتك كبيرة ما تستقلش بيها. خليك فاهم ان اللي بيحصل فيك او معاك ده مش ليك بس، ده ليك وللي وراك، لان الخبرات اللي بتتعرض بيها هتستخدمها في الحاجات الصعبة دي. هي فرصة ان الواحد يراجع سؤال مهم: انا عايش ليه؟ لو قلت لي عايش عشان اكسب نفوس، اقول لك لا فارق بقى مرض ولا مش مرض، ولا فارق معاك فلوس ولا لا، ولا فارق مظلوم ولا مش مظلوم. بولس لما اتسجن نفسيته مرتاح. ليه؟ هو انت عايش ليه؟ انا عايش عشان الناس، اجيب ناس لربنا. طيب متضايق؟ لا متضايق ليه؟ في مساجين في السجن عادي نفس الشغلة، فاشتغل على أنسيموس. طيب انت عايش ليه؟ عايز اجيب ناس. طب انت في مركب بتغرق بقالها شهر، عادي مش في ناس في المركب؟ شغلتي خلاص، تغرق منين ما تغرق مش فارقة. فاهمين الفكرة؟ ما هو شغلته ناس، فحطوه وسط اي ناس يشتغل. طب انت متضايق ان المركب بتغرق؟ مش فارقة، انا شغلتي مش انها المركب ما تغرقش، انا شغلتي الناس، فكسب الناس. يدخل السجن متضايق انك مسجون؟ لا مش متضايق، شغلتي ناس. طب انت متضايق عارف ليه؟ عشان شغلتك مش ناس، شغلتك انت. فلان شغلتك انت مش لا قابل سجن ولا قابل بمركب بتغرق ولا قابل فلوس تقل ولا قابل صحة تدهور ولا قابل مشكلة في عيالك، انت مش مستحمل ولا حاجة، لانك لسه ما اكتشفتش انت عايش ليه. اللي فهموها بقى وعاشوها مرتاحين بقى، ما عندهمش أزمة. ليه؟ خلاص أنا عايش للناس، فأيا كانت الظروف كله ماشي كويس. ساعات ربنا يفصلك عن البشر عشان يرجعك للبشر. يعني إيه؟ يديك جرعة مكثفة، لو ما خدتش خلوة بالذوق هي فيها حوت، تاخد لك خلوة إجبارية عشان ترجع تشتغل على الناس تاني. طب ما تاخدها بالذوق. بصوا بقى أهل نينوى موقف تاني. أنا كله عمال أتكلم عن شهوة خلاص النفوس. إلى أي مدى يا أحبائي الواحد مدفوع بفكرة أجيب ناس لربنا؟ كل جار مع جيرانه، كل قريب مع قرايبه، كل أخ مع أخواته، كل واحدة عندها شغالة في البيت، أنتوا الناس دي شغلينكم من منظور خلاص النفوس ولا الموضوع ملوش علاقة خالص؟ ازاي هنبقى مسيحيين وبنتعامل مع كل الناس دي ولا واحد فيهم فكرنا نزقه على السماء؟ وبتحكمنا كل العلاقات الإنسانية غير المسيحية، ده أخ، ده قريب، ده صديق، ده جار، دي شغالة. ربنا يبصلك يقول لك وانت مين؟ انت اكيد مش مسيحي، لان نفس الإجابة دي بيقولها واحد ملحد. انما انت بقى لو واحد بطرس مثلا ولا بولس، ده سمكة وده سمكة، ده صيدة وده صيدة وده صيدة، ده ثروة، ده لؤلؤة وده لؤلؤة وده لؤلؤة. فانت بغض النظر عن المسميات. بالنسبة ليونان، أهل نينوى نكرة،
ناس مش موجودين على الخريطة، أنا معرفهمش ولا يمثلوا لي شيء. للأسف أغلبنا بنفكر كده، أبكرههم، مش بحبهم، ناس مقرفين، ناس مزعجين. يا ترى امتى هتشوف ان الناس دول المتعبين دول سر نجاحك في الآخر، دول اللي هيرفعوا راسك قدام ربنا؟ لو كان أدرك يونان ان اللي متغاظ منهم وكاره خلاصهم دول اللي هيعملوا له قيمة في السماء، ما كانش عمل كده من الأول. أحيانا الناس الصعبة اللي في حياتنا لما يتوبوا على ايديكم او يتغيروا او يشوفوا المسيح فيكم بيبقوا هم دول اغلى حاجة عملتوها في حياتكم. ربنا كمان عشان يحركنا لخلاص النفوس بيحط في حياتنا ناس بتتغير تغييرات جذرية بشكل صريح، بتحط قدامك ناس بتتقلب 180 درجة. واحد كان بعيد خالص ورجع لربنا، واحد كانت الدنيا واخداه خالص وبقى بيحب الخدمة قوي، واحد كان متعب جدا وفي المرض تاب وبقى مثالي قبل ما يشوفوا السماء. طب ما تفهم ان كل اللي بيعمله ربنا في نفس الاتجاه، انت ليه مش راضي تفهم؟ ربنا اشتغل على يونان بدرس البحارة قبل ما يشغله على درس نينوى، لان البحارة بالنسبة له برضو دول ايه، دول اللي باي ذا واي، يعني ان هو مش في دماغه، واحد مسافر هشوفكم النهاردة مش هشوفكم بكرة خلاص، لا تعنوا لي شيء. طلعوا هما دول اللي انقذوا، فابتدى يعرف ينتبه للناس اللي ما كانوش يمثلوا قيمة في حياته. لا، الناس دول هم دول أهم قيمة في حياتك. شاف فيهم خوف مقدس، لأن البحارة خافوا من ربنا أكتر من يونان. وبرضو يجي لك شاب تائب مثلا كان في المخدرات، تقول له مرة شاب بقول له كده وكان ساب المخدرات، في أسبوع قال لي ممكن أقضي أسبوع الآلام من غير أكل. يا ابني انا ما بعرفش اعمل كده، بس ما قدرتش اقول له كده وانا شايفه بجد صادق. قال لي اقل حاجه قدمها لربنا جسدي ده اللي خد مني سنين، وصام من حد الزعف بالليل لغايه خميس العهد على الميه، بس حاجات تفرح. ناس سخنه جايه لربنا، سخنه. اللي كان اول امبارح في قضيه مخدرات، طب هو ربنا بيوريك ده ليه؟ عشان تعرف قيمة وجودك ورسالتك. في من ده كتير قوي مستني الزقة. بص كمان الناس بتعمل مجهود قد ايه وهي بتقرب من ربنا وانت واخدها على الجاهز. انت الكنيسة جنب بيتك والاجبية عارفها والانجيل فاتحه من زمان وفي الحان عارفها، يعني سكتك سهلة. انت بص ازاي الناس بتعرف تحب بعض بجد، واحنا اللي واخدين الروح القدس من صغرنا بناكل في بعض حاجة فضايح. إنما أهل العالم اللي بيعرفوا المسيح بيعرفوا يعني إيه تحب عدوك يحبه ويسامح اللي يموته، ويقدموا مثاليات عالية قوي وإحنا عمالين نتفرج كأنها قصص أفلام. بصوا الفرق في التفكير ما بين واحد عايش لنفسه وما بين واحد عايش لخلاص النفوس. في الوقت اللي هو متغاظ إنني نواتابه، تصوروا بصوا بقى وصلت لإيه؟ إصحاح 4 ده بقى بجد فضايح. أول ما ربنا سامح نينوى الطبيعي كان يونان يعمل حفلة، لأنه لو كان تبع السماء، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. عندك بتاع 120 ألف تايب، دي زيطة في السماء مش هتخلص. هو النكد كله بقى أول ما سمع إن هم تابوا، عمل مناحة وخناقة مع ربنا وكلضم وبوز ويا رب خدني. حاجة غريبة جدا، يا طولة بالك يا رب. هو أصله لسه البرنامج ما دخلش دماغه إنك أنت عايش عشان يخلصه. لا، أنا عايش عشان الضلة، أنا عايش عشان اسمي أنا ما ينزلش الأرض. ساعات اللي بيضايقنا بيفرح ربنا، واللي بيفرحنا بيضايق ربنا، بيحصل كده. مع ان المفروض روح ربنا فينا فاللي يفرحه يفرحنا، لكن احنا مش بنفكر في كده.
يونان عاتب ربنا على رحمته. أنا تالي ربنا كان على لسانه يقول له يا يونان أنت زعلان إن أنا طويل البال؟ قال له أصلك كثير الرحمة، أصلك نادم على الشر. قال له أنا يعني لولا إن أنا كثير الرحمة كنت أنت مت، كنت هلكت. أنت أول واحد خدت رحمة مني، أنت أول واحد اتمتع بصبري. مستكتروا ليه على الناس يا أخي؟ أنت ليه الناس مش راضيين يدخلوا دماغك أبدا؟ أنت مستكتر عليا أسمع لصلاة واحد غلبان لسه بيتعرف على المسيح؟ ما تسيبني أقبله حتى لو كان أذاك في يوم من الأيام. ربنا حتى اليقطينة والدودة بيشغلهم لحساب الخلاص، حاجات صغيرة تافهة ربنا بيحطها في قصة خلاص البشر. كل حاجة بتحصل حوالينا عشان الناس ترجع لربنا. يقطينة تطلع فوق الدماغ ضليلة جميلة تروقك، وبعدين الدودة تاكلها عشان الدرس. ايه الدرس؟ انت اشفقت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ يبقى ربنا حتى الامور الصغيرة جدا بيتحرك فيها لغرض واحد بس. طب ما تفهم بقى، يبقى انت عايش عشان الغرض ده. ساعات احنا بنبقى من النوع بتاع يونان ده. ميزة يونان على فكرة انه شخصية قريبة لينا جدا في كل العيوب البشرية الممكنة في الخدام، والحمد لله. يهرب، يقفش، يتربس، ينام، يكسل، ينتحر، يكلضم، مرة يصلي عدل، مرات ما يصليش خالص، يدخل الخدمة يكروت، يعني كأنه أنبا برام، يعني مش أنبا برام قديس، يعني خدام أنبا برام، نسخة من اللي احنا عايشين فيه على طول. المشكلة مش بر، عمر ما كانت المشكلة في الناس. ما واحد بس يفكر بطريقة صح زي ما المسيح عاوز يفكر بيبقى عجبة، بيبقى مجنون، بيبقى مش طبيعي. أحبائي خلينا نراجع تاني. بص، نفسي النهاردة كده أو بكرة في القداس تستعرض كل الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتك وتشوف كم واحد فيهم رمت له أي رسالة أو زقيته أي زقة على ربنا. وفي رأيي هتكتشف أنه أكتر من 3/4 الناس اللي في حياتك لا زقيته زقة ولا رمت له رسالة. هتبقى حاجة مخجلة. أمال أنت ملح إزاي ونور إزاي؟ في حاجات كتيرة لازم نتوب عليها، فرص كتيرة قوي راحت علينا. طب خلينا نلحق اللي جاي. ما تتعاملش مع أي شخص إلا من منظور عاوز أجيبك لربنا، مفيش منظور تاني غير كده. مش فرقش معايا تستغلني، ما يفرقش معايا البيزنس كله، بس يفرق معايا انت. المسيح كان يهوذا بيسرقه، بس كل اللي شاغل المسيح يهوذا ما يهلكش، ما عندوش مشكلة حتى لو اتسرق. طب احنا بنعرف نتعامل كده؟ لإلهنا كل مجد وكرم.